من أخرى مشاهدينا من قصر المؤتمرات بالعاصمة، المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المركز المخصص للانتخابات الرئاسية. هذه الانتخابات كما سبق وذكرنا هي الثالثة بعد الثورة والأولى منذ اعتماد دستور 2022. أجدد إذن لكم التحية مشاهدينا، وأجدد أيضا الترحيب بضيوف اللي رافقوني تقريبا منذ ساعة أو ساعة ونصف في هذا الحوار. سي سفيان بن فرحات الكاتب الصحفي، اهلا بك مرحبا مجددا. نعم، استاذنا رفع الطبيب واستاذ العلوم الجيوسياسيه، مرحبا بك مره اخرى. بك بارك الله فيك وكل المشاهدين. نعم، وايضا فاطمه بن عبد الله الكراي الاستاذه الكاتبه الصحفيه، مرحبا استاذه. اهلا وسهلا بك. نعم استاذه فاطمه، قبل موعد الاخبار كنا تحدثنا عن التحديات، الاولويات، الرهانات المطروحه امام رئيس الجمهوريه. ناتي الان الى التخصيص نوعا ما، لانه اهم تحدي يبقى دائما التحدي الاقتصادي. ماذا مطلوب اليوم لتفعيل هذا التحدي وجعل الاقتصاد التونسي يعني يعمل بالشكل المطلوب؟ عجلة الاقتصاد تدور، عجلة التنمية تدور، والأمال معلقة طبعا دائما على رئيس الجمهورية الذي سيكون على رأس الدولة طيلة السنوات الخمس المقبلة. في هذا التوقيت بالذات عندما نتحدث عن الاقتصاد، نحن نتحدث ليس على منوال تنمية فقط لأنه تحدثنا فيه كثير، ولكن نتحدث عن التشغيل، نتحدث عن مفاتيح التي تدير الاقتصاد، ونتحدث خاصة عن الشباب. فئة الشباب هي التي يجب أن ندعوها إلى الانخراط، ولكن بطريقة معينة، لا نستطيع أن هك إعلان في التلفزة ولا غيره، إنما رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية القادم، كذلك من خلال الفريق متاعه، من خلال الترسانة القانونية والتشريعات، يجب أن يكون للشباب مكانه. أستذكر هنا في هذه القاعة السيدة مايا جريبي الله يرحمها، عندما تكلمت من هناك أمام ملتقى مؤتمر أيام قبل أن تتوفى يرحمها الله، الله يرحمها، دعت الشباب وقالت له: لا تصدقوا الذين يقولون أنكم عماد المستقبل، بل أنتم عماد الحاضر، لأن المستقبل هو للأطفال عندما يكونون شباب، أنتم عماد الآن، ويجب أن نفعل هذه الكلمة وهذا الشعار بحيث يكون الاقتصاد، لأنه الاقتصاد شنو؟ اقتصاد معتمد على الشفافية، يلزم تكون عندك شفافية وعقاب انطلاقا من الشفافية، انطلاق من الترسانة القانونية. يجب أن يكون هناك محاسبة، وكذلك ربما الوتد الثالث أنا أقول المحاسبة والشفافية، وكذلك الإمكانيات أو الترسانة هذه القانونية التي تبيح لك كسلطة أنك تحاسب باش تقضي على الفساد، لأن الفساد مش أهزوجة وما هوش رثاء وما هوش أيضا الفساد معناتها هجاء، لا، الفساد هو منظومة وبالتالي يجب أن تواجهها بمنظومة. المنظومة اللي عندنا القانونية الحقيقة متقادمة في كثير من الأشياء. عندنا كراس الشروط الذي يغيب وتأتي عوضه الرخص. فما هناك حرية للشاب للابتكار للعقل الخلاق لا يجد نفسه فيها، يقع الحديث عنها ويحدثونه عنها ولكنه لا يجد نفسه فيها. الآن أقول في هذه المرحلة ضروري أن نجد كيف قنوات للشباب من أجل أن يعبروا عن ما يفكرون فيه، ولكن أيضا أن تكون السلطة ليست مشيطنة بالنسبة للشباب. نعم. وفي عيون الشباب يجب، مش يجب أن توفر وهو قاعد، لا، يجب أن ينخرط عندما يكون هو في الدائرة الاقتصادية. قبيلة سفيان تكلم على وزراء بورقيبة، وزراء بورقيبة كان معدل السن 27-28-40 سنة، معناها فيهم الأحياء، معناها ربي طول في عمرهم، مازالوا التوى وناس معناها تحملوا مسؤوليات كبيرة وأبدعوا. أنا مرافقها أيضا معيار الكفاءة اللي لما نحاور وزير يقول لك أنا اقترحت كذا وكذا على مجلس الوزاري،
هو وزير اقترح ووقع تداوله، وهو اقترحه لأن أولاً تكوين العلم الأكاديمي متاعه، ولكن أيضاً السفر والتعامل مع البلدان الأخرى. هناك يا سيدي شيء اسمه القانون المقارن والسياسة المقارنة والاقتصاد المقارن ومنوال التنمية المقارنة. نعم. يجب أن نقارن أنفسنا، وكما قلت قبيلة ما يلزمش ننظر لرواحنا احنا رانا خير من سويسرا ولا خير من غيره، لا، احنا كيف ما الناس، ولكن الانتراكتيفيتي التواصل كذلك الأوتاد اللي هي القانون ما يغضب حد ويطبق على الناس الكل، وخاصة الديدن متاعه يجب تكون الشفافية. نعم، نذكر إذن وأن صناديق الاقتراع أغلقت الأبواب تقريبا منذ حوالي نصف ساعة من الآن. بعد شوية زميلتنا زهرة الفضلي تكون معنا مباشرة من أحد مراكز الفرز والتجميع باش تعطينا فكرة حول هذه العملية وهذه المحطة من اليوم الانتخابي. قبل ذلك نواصل معك سفيان دائما مع محور الاقتصاد، لأنه حتى ولو حكينا عليه ماذا بينا نعود نحكي عليه ونعود نذكره ونعود نبرز أهمية هذا القطاع. سي سفيان، أين نحن من اقتصاد من النمو الاقتصادي المنشود؟ كيف نضمن ذلك؟ هو النمو الاقتصادي كان عندنا نمو اقتصادي متطور في فترة ما حتى وقت رئيس الرحلة بن علي، لكن النمو الاقتصادي لم يكن مرادفا لعدالة في توزيع الثروة، وبالتالي خلقت يعني عديد الإشكاليات خاصة من المناطق المحرومة والمناطق الداخلية. احنا بعد الثورة كنا نقولوا عنا 14 منطقة داخلية اللي هي محرومة من التنمية ومن سبل ومقومات العيش الكريم. بعد الثورة ولوا تقريبا 19 ولاية بما فيهم الولايات الساحلية، ناخذ ولاية كما المهدية مثلا، ولا ولاية كما نابل دخلت المعاوين وما أدراك، اللي من أول الدنيا يعني من هي نابل من أعز مناطق العالم بدون مزايدة، من أعز المناطق تعيش فيها في العالم هي دخلت المعاوين. نعم. هذه ولاية. نعم. نابل الآن على مستوى الصحة هي في المرتبة 25، لأن وقت الكوفيد اعتبروا وجربة بمثابة ولاية، هي في المرتبة 25. الآن على مستوى المياه البرازيت متاعها كان فيها كان 3%، في فترة ما كانت السدود الجبلية البحيرات الجبلية في نابل وفي المنستير حتى ما تجيش الأمطار كانت تكفي لنابل وحتى لزغوان ومناطق أخرى. شواليك وأنه السياسويين البوليتيكار الذين أتوا من وراء البحار بأجندات سياسية لضرب تونس وتفكيك الدولة وضرب كذلك انتمائها وريادتها على مستوى كوني بوجودها الجيوبوليتيك استراتيجي لكاليسي رفع الطبيب، وألا اللي حكيت عليه في زميلة فاطمة الدولة اللي موجودة وعارقة. بكل صراحة اليوم اللي مطروح هو أولا نمو اقتصادي وتيرة متطورة، ثانيا توزيع عادل لهذه الثروة خاصة من فئات كما الشباب والمهمشات. أنا كي نشوف الآن بار إكزومبل 500 ألف عاملة فلاحية بعد 10 سنين نحكيو عليهم، توا بركا وين عملوا قانون من أجل التغطية الاجتماعية 500 ألف عاملة فلاحية. وقت الكوفيد شو عملوا التوانسة؟ قعدوا في ديارهم. إيش كلاو التوانسة؟ كلاو الطماطم والبطاطا والفلفل والحم والدجاج وغيره. منين هذوك؟ من بوزيد ومن الساحل ومن الدخلة ومن بنزرت ومن ماطر ومن غيره. يعني هذيك في آخر المطاف أنت أعظ لحظات في حياتك هي تبدا قاعد مع اولادك ومع عيالك. نعم. وقاعدين تاكلوا مع بعضكم وغيره، يعني باش يوريك لا فونكسيون ايسونسييل معناها فيجيتاتيف الاوليه هي تجي من هذاك. اليوم هؤلاء ما عادش ينجموا ينجوا. سيدي بوزيد فيها 12,000 بئر، 12,000 بئر سيدي بوزيد ما كانتش ولايه، كانت بلاد قموده تعاملت بعد الاستقلال. وانا نذكر سي طالب الخوجه ربي يطول في عمره وتلفت للسيد المقدم رئيس البرلمان في عام 77 قال له سيد الرئيس سيدي بوزيد كوناه كولايه الان متمرده لأنه حاشة الحرمان. الجراد اللي جاءوا لتونس فكوا الدولة، رذلوا تموقعها الاستراتيجي، زادوا همشوا حتى المناطق اللي كانت فيها شوية نفس. جابس صفاقس اللي يقولوا صفاقس وش فيها صفاقس برا، شوف نسبة الفقر في صفاقس، نسبة الأمية اللي زادت في المجتمع التونسي نتاج هذا أولئك السياسويين. وبالتالي نرجع إلى عنصر الكفاءة وعنصر اختيار الأشخاص والتركيز على الاقتصاد إلى فئات حاملة لمشاريع جديدة. أنا كي كنت صغير جات الكتكات باسي وبعد جات الإي سي جو وخليت بلاد كما الشراردة وبلاد كما الحاج بالعيون وغيره تخرج من العزالية اللي كانت موجودة فيها أنذاك مع التعليم مع الصحة مع غيره. اليوم بكل صراحة المطلوب بالنسبة للرئيس الجاي باعتباره هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية تبقى
لدستور 22، وأنه تتوجه إلى رؤية جديدة بديلة تأخذ بعين الاعتبار ليس أرقام النمو فحسب. لأنه تقول لي أرقام النمو يا سيدي، نأخذ واحد كما إيلان ماسك عنده 300 مليار دولار قد الدول العربية كل أي، لكن فرض يعني الأرقام في حد ذاتها لما لا تترجم كما كانوا ثم شعار يقولوا لو بروغري نوفو كو سي لي بارتاجي بار توس، أن التقدم ليس له قيمة إلا إذا كان مشاعا بين الجميع في على مستوى التقسيم. دونك المشكلة هي في مسألة العدالة الاجتماعية. والعدل لما قال ابن خلدون العدل أساس العمران حكى على كذلك حتى على البعد الاقتصادي العدالة الاجتماعية. نعم، واضح سي سفيان. عندنا نقطة خارجية حاضرة، زميلتنا زهرة الفضلي مباشرة من القاعة الرياضية المغطاة فرحات حشاد بأريانا مركز الجمع وفرز النتائج بأريانا. تفضلي زهرة الفضلي، ماذا لديك؟ مساء الخير نزار. فعلا بعد انتهاء العملية الانتخابية وإغلاق مراكز الاقتراع لأبوابها في حدود الساعة 6 مساء، توجهنا إلى مركز التجميع بالقاعة المغطاة فرحات حشاد بأريانا، وين تتم عملية تجميع المحاضر، وهي عملية مهمة قبل تحويل وإرسال المحاضر والنتائج إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تونس 2024. لمزيد من التفاصيل معنا سي محمد سليم المزوغي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات. مساء الخير سي محمد سليم. مساء النور وشكرا على الاستضافة. سي محمد، في البداية بعد غلق مراكز الاقتراع نحب نعرف كيفاش كانت تسير العملية الانتخابية طيلة هذا اليوم. اليوم انطلقت عملية الاقتراع على الساعة 8 صباحا وامتدت إلى حدود الساعة 6 مساء، وتمت العملية بصفة سلسة عادية ولم نسجل أي إخلالات قد تدخل اضطراب على السير العادي للعملية بجميع مراكز الاقتراع والحق يقال بولاية أريانا. بالنسبة لنسبة التصويت، هل لديكم معلومات على آخر النسب فيما يتعلق بالتصويت في ولاية أريانا؟ بالنسبة لولاية أريانا آخر الإحصاءات إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال حوالي يعني عدد المقترعين بلغ 55 ألف مقترع من جملة 440,292، أي بنسبة مئوية تقارب 20%، هذا إلى حدود كما قلت الساعة 3 بعد الزوال. يعني في انتظار أنه يبدو أنه النسبة سترتفع بعد قليل مع إعلان الهيئة العليا المستقلة لنسب التصويت خلال هذا اليوم. أيضا سؤالنا هو المركز التجميع بالقاعة المغطاة فرحات حشاد، قداش من مركز اقتراع باش يسلمكم محاضر الفرز والتجميع؟ هو على مستوى ولاية أريانا عندنا 113 مركز اقتراع بما فيهم الخيمتين المركزتين بجهة البرارجة 1 والبرارجة 2 من معتمدية قلعة الأندلس. إذن 413 مركز اقتراع فيهم 401 مكتب اقتراع، يعني نستناو محاضر عدد 401 محضر فرز. يعني هل العملية قديش تاخذ من وقت لفرز هذه المحاضر؟ احنا تو في انتظار وصول الأكياس الآمنة، هي وصولها تقريبا على مستوى على الساعة 8 بعد الزوال، تجي من مركز التجميع السريع وتنطلق العملية وتمتد إلى الساعات الأولى إن شاء الله من صباح يوم غد. باش نسألوك وباش تعطينا فكرة على سير عملية التجميع داخل المركز التجميع بأريانا، نشوفوا فما طاولات منتصبة، كيفاش تم العملية؟ لو كنت تعطينا هكا لمحة عامة عن سير العملية داخل المركز. نعم، هو بمجرد وصول الأكياس الآمنة الصغيرة كما قلت اللي فيها نلقاو فيها محاضر الاقتراع والفرز، يقع تسجيلها على مستوى مكتب الضبط، ومن ثم تحال إلى ما يسمى بالتدقيق، تدقيق أين يوجد فريق مختص للنظر في صحة المحاضر وهل اعتراها خطأ مادي أو خطأ في الحساب.
في هذه الصورة الأخيرة، في صورة ما إذا قلنا اعترى المحضر خطأ مادي أو خطأ في الحساب، يقع تصحيح المحضر وإعداد مشروع تصحيح يحال إلى المداولات. المداولات يعني نلقاو فيها الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانا واللي متكونة من رئيس وعضوين، دورهم أنهم يصادقوا على المحاضر الصحيحة ويصادقوا على محاضر التصحيح في صورة ما إذا اعترى المحاضر المذكورة كما قلت خطأ مادي أو خطأ في الحساب، ثم تحال إلى العد اليدوي والآلي وهكذا دواليك إلى حين الانتهاء من العملية وتحرير محضر التجميع النهائي وإمضاء وإحالته على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الهيئة المركزية. شكرا لك سي محمد سليم المزوغي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانا، في انتظار كما قلت سي محمد سليم الانتهاء من عملية تجميع المحاضر وانتظار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية اللي باش تعلنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أعيد إليك نزار الكلمة. شكرا لك زميلتي زهرة فضلي، كنت معنا مباشرة من مركز الجمع والفرز القاعة الرياضية المغطاة فرحات حشات بأريانا. شكرا لك ولضيفك محمد سليم المزوغي رئيس الهيئة الفرعية بأريانا هيئة الانتخابات، في انتظار طبعا النقطة الإعلامية المخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمدنا بآخر المستجدات والمعطيات المتعلقة بهذا اليوم الانتخابي والاستحقاق الرئاسي. نواصل إذن الحديث، نرجع معك سي رافع، كنا نحكيه على الاقتصاد. سؤالي ببساطة، متى نرى محركات الإنتاج تدور وتشتغل، وكيف يمكن أن نرى اقتصاد وطني يسجل معدلات نمو على الأقل مطلوبة أو مقبولة؟ عفوا، وكان الاقتصاد ليس مجال خبرتي، ولكن ما يمكن أن أقوله أنه الأهم بالنسبة للمواطن وبالنسبة للشباب هو أن يكون هناك إعادة تدوير عجلة إنتاج الثروة في تونس، هذا هو الأهم. علاش في تونس وقفت عجلة معناها الثروة؟ لأنه في وقت من الأوقات أصبح هناك مشكلة التشغيل، أنه الشباب مثلا تم وعدهم أنه سيتم إدخالهم للوظيفة العمومية، لكن الوظيفة العمومية تم تعبيتها بالمتحزبين ومعناها فني المعناها الأقرباء إلى آخره. اليوم هناك محركات كبرى في تونس يجب أن معناها نتحدث عنها وأن نعيدها إلى الواجهة، وهذا مرتبط بالتحولات الكبرى في العالم. أعطيك مثال أستاذي، المعارك والحروب الكبرى القادمة هي حروب الغذاء والماء. نعم. والدول التي لم تفهم أن الغذاء سيتحول من سلعة إلى سلاح هي دول ستجد نفسها في ظروف صعبة، مثل ما رأينا ببعض البلدان في حرب أوكرانيا كيف قاربت على حدود المجاعة. اليوم عندنا نحن في تونس ثروة كبرى لا يتم التعامل معها بالطريقة التي تستحق، وهي الفلاحة، والفلاحة مرتبطة بالماء. ومعناها الناس اللي قاعدة تتبع شوية في مسألة معناها الثروات والقيم الجديدة يعلمون جيدا أن الماء هو الثروة المستقبلية وليس الأرض، ليس العقار، لأنه عقار بدون ماء ما عنده حتى قيمة. يجب أن يتم في تونس حل مشكلة الماء في أقرب الأجال، وعندنا من القدرات الهندسية في تونس ما يمكننا أن تصبح تونس تنتج هذا الماء، ولا معناها فني وكشقولي ونغادر عصر معناها الانتظار الأمطار إلى آخره، لأنه فما بلدان نجحت في الشيء هذا، فما بلدان في البحر المتوسط نجحت في الشيء هذا كما قبرص كما اليونان إلى آخره. اليوم النجم وإحنا في تونس ندخل في هذا العصر الجديد ونطور فلاحتنا، لأنه الفلاحة متاعنا قادرة أنها معناها تقدم لتونس حلول كبرى على مستوى الإنتاج. ولكن الأهم من ذلك هو السيادة الوطنية يا أستاذ نزار. راهو معناها دولة ليست لها سيادة على الغذاء هي دولة مستعمرة، أرادت ذلك أم كرهت. وقاعدين نراه اليوم على مستوى العالم كيف يتم محاولة خنق بعض البلدان التي في وقت من الأوقات قادرة أنها تحل مشاكل التنمية معناها التغذية في العالم، مثل روسيا مثلا التي حرموها أن تصدر مثلا الحبوب. علاش؟ لأنهم يريدون إبقاء عديد الدول تحت هيمنتهم. اليوم حتى نخرج من الهيمنة وحتى نتحدث عن سيادة وحتى نتحدث عن خلق ثروة في تونس يجب أن نحل مشكلة الماء، لنحل مشكلة الفلاحة، ولأن الفلاحة في تونس عندها قدرات ولكن تم الله غالب تهميشها، والتهميش بالنسبة لي أنا هو أكبر خطر اقتصادي في تونس. ما لم تكن هناك
سياسة من أجل الإدماج الانكلوزيون، ستبقى هناك مجموعات كبرى من الشباب لا تحلم لا بتونس ولا بتطوير تونس ولا معنا بخلق ثروة في تونس، حلمها الوحيد هو الهجرة. نعم، وسيادتك حكيت على عديد المحركات اللي ممكن أنها تدفع الاقتصاد. أسأل إذن على أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، هذا الموعد الانتخابي، وأهمية التجربة الديمقراطية في تونس والاستقرار المنشود في تونس. يعني كيف يمكن نستغل كل ذلك ونسوق لتونس الآمنة والمستقرة ولا ننتظر أن تأتي يعني الحلول من الخارج؟ كيف يمكن أن نسوق تجربتنا ونستغلها في دفع كمحرك من المحركات الدافعة للتنمية والاقتصاد؟ هناك تو في إحدى العلوم اللي قاعدة تطور برشا في العالم تسمى الماركتينج تريتوريال، يعني معنا قدرات البيع المجالية. لازم نحن تو في تونس نفهم البلاد هذية وثرواتها وقدراتها الكامنة ونمشي ونبيعوها لبرا ونقولوا ها ونحن في تونس قاعدين نجموا خش قادرين نعملوا. تونس ما فيهاش مشاكل إثنية، تونس ما فيهاش مشاكل طائفية، تونس فيها استقرار سياسي، تونس فيها معناها نوعا ما من الوضوح على الأقل للسنوات القادمة لما سيكون المستقبل. وبالتالي هناك دول تريد الاستثمار في بعض المجالات التي نحن همشناها. يكفي معناها من التفكير فقط في معناها ما يسمى بالإيديو هذه أنه السنة الأوروبيين يرضوا علينا ويجيبونا شوية مشاريع مهمة الحقيقة معناها نحترموها، ولكن مش هذه اللي بيحل المشكلة. لازم فهم ما يسمى معناها فهمني بالاستماج، يعني معناها الدخول في أعماق هذا المجتمع وفي أعماق هذا المجال لتطويره. وراه الحلول اللي قاعدين معناها نعيشوا فيها في تونس والتي لا ترى، لأنه الناس كل يحتفلوا عندما تجي مثلا شركة كبيرة وتحل معمل في تونس، أي من حقنا نحتفلوا، ولكن راه الحقيقة هو أنه معناها اليوم الفستق قاعد معناها يتزرع في قفصة اللي ما كناش نحلموا به معناها من قبل. نعم. هو اليوم معناها فهمني لماريشي اللي قاعدين يتطوروا معناها في جنوب قروان وصولا إلى قفصة. اليوم معناها عندك الثروة البحرية التي إلى حد الآن لم نطرح مسألة التقاسم تاع الثروة هذه مع البلدان المتشاطئة، وهذا الكل لازم يتفتح ولازم الرئيس يكون عنده هذه الرؤية. اليوم الرئيس لا يجب فقط أن يكون شعاراته سياسية بالرغم معنى احترامنا لها ولا معنى فني حول مسألة محاربة الفساد، هذا كله اليوم مقتنع به. أي رئيس باش يجي اليوم يجب أن يذهب إلى الدواخل ويعمل على لا فقط أن يتم إدماج المناطق التونسية الداخلية الكل، ولكن إدماج أيضا الشباب وإقناعهم بحلم تونسي، بحلم كبير تونسي هو إنتاج الثروة هنا في البلاد. وراهم شو أقول لك، هذه المسألة سيلعب المثقفون ومعناها النخب المثقفة دور كبير فيها. يجب أن نعيد حب البلاد للناس. نعم أستاذة فاطمة، أهمية هذا الاستقرار اللي هو في الحقيقة يعني مفتاح استقرار كل المجالات، وكيف يمكن أن يعزز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي؟ من ميزات تونس عبر التاريخ هو الحقيقة هو أني الميزات اللي قال عليهم الأستاذ رافع الطبيب أنه ما عندناش طائفية، ما عندناش قبلية، ما عندناش جهوية. اليوم وقت اللي تشوف الروبورتاجات المسنين والمسنات اللي يتكلموا على بمناسبة الانتخابات وغيره يقول لك تونس في عينينا. راهو أنا نحب نقول اللي راهو حتى اللي مشاو صوتوا من الكبار من فئة العمرية الكبيرة راهو هما يصوتوا من أجل أطفالهم وأولادهم وأحفادهم، من أجل الشباب أيضا. معناها ما فماش مجتمع سياسي ولا مجتمع يمشي يصوت لرئيس ولا مجلس نواب ولا غيره إلا وهو يصوت للمستقبل وبالتالي للشباب وللأطفال. فبالتالي المحركات أنا باعتقادي أنه السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد وليس الاقتصاد بمنفصل عن الاستراتيجية، لأنه أي مجال في الإنتاج ولا في الاقتصاد الكبير ولا الاقتصاد العائلي ولا غيره ينطلق دائما من الرؤية الاستراتيجية. والاستراتيجي يجب، هذه حاجات نعرفوها من قبل، يجب أن يكون في خدمة الواقع الآن وخاصة في المرحلة في خدمة الاستراتيجي، مش يبدأوا يتضاربوا مع بعضهم معناها واحد شايق منا واحد ماشي منا. المهم أنه بالنسبة للرئيس القادم، بالنسبة للحكومة القادمة، بالنسبة للبلاد كيف نراها في 5 سنين، لنحاول أن نصغطخاب معناها نحاول باش احنا ننقذ ما يمكن انقاذه ونتقدم، خطر عندنا ثروات
خاصة ذكرني فيها البحرية، راو احنا تسلب من نعم. عندنا، واحنا حكينا فيه الأستاذ رافع الطبيب على بينا وكذلك سفيان في وقت ما اتفاقية خطيرة جدا جدا جاتنا ما بين تركيا وما بين ليبيا، وكانت المتوسط اللي احنا عنا عين الرقابة عليه، ما فماش سفينة ولا دابة ولا واحدة تعدى من غادي ما نكونوش احنا على علم، جات وعملت اتفاقية ومعناتها وحطتنا في السرداب. لولا ماهيش هذا شرف لا يدعي التونسيون، راه اسقطت بفعل القانون الدولي وأسقطت معناها من حيث أتت. المهم أنه احنا عندنا أخطار، ولكن نحن لسنا في وارد أن فما نخبة تربيت على أنهي تقرأ في نفسها النقص، احنا باش نجموا نفاوضوا كذا، احنا باش نجموا نقولوا على اي نجم، احنا باش نجموا نأموا الملح ولا نتونسوها، احنا باش نجموا الفوسفات بربي ايش يلزم، لا مش ايش يلزمنا. الشقيقه المغرب عملت لتونيل اللي تسرع لها، ايش نقول لك، انا مانيش نقول في سر توا، هما السياسيين يعرفوه، ولكن انا واحده من الناس قالوا لي دكتور مختص اللي هو سي بشير التركي، راو الفوسفات نتاعنا ليس غائب على احد، مانيش نعمل فيه اسرار الدوله، الفوسفات نتاعنا فيه حموله من المواد المشعه المضره بصحه التونسي، بما انه هو يمشي لجابس ميناء جابس ويمشي لميناء صفاقس اسيال وفير، دونك شوف انت السكان قداش متاذين، اذا هذا لا. يلزم ننظر له. ريت كيفاش الاقتصاد مرتبط بالصحه، مرتبط بالفلاحه، مرتبط بالتعليم، بالتربيه، بكل شيء، كل شيء مربوط ببعض. نحن فقط نطلق العنان للعقل الخلاق والفريق الذي سيقدم والانفتاح إلى المثقفين الجدد. أنا سأقول من هنا فصاعدا سأنادي بالمثقف الجديد. إيه نعم. المثقف الفارط كدوك يزي ما ساهمش، ما وصلش، كلنا حتى احنا راو ما وصلناش. اليوم المثقف الجديد يجب أن يكون منخرطا من البداية النهاية. نعم، خليني نتحول للسي سفيان ونبقى معاك في نفس الموضوع، هو أهمية الاستقرار السياسي اليوم كمناخ مهم لتونس يعزز مكانتها في الخارج ويدفع كل محركات التنمية والاقتصاد وكل المجالات نحو العمل بالشكل المطلوب. هو في الجيوبوليتيك يا الأستاذ رفع الطبيب هو مرة في هذا ويعرف تغيير الحكومات وتداول الإخفاقات السياسية يحتسب ضد البلدان، يعني الاستقرار أساسي. ونحكيه كذلك على ما يسمى بالاقتصاد السياسي، الإيكونومي بوليتيك، الاقتصاد السياسي هو الأساس. الاستقرار أكيد جدا تونس لديها مقاومات استقرار باعتبار أن هناك دولة قديمة وهناك كذلك دولة مركزية وهناك نستسم حق سي سفيان نفسح المجال للأخيان في قسم الأخبار يعطوا موجز السابعة مساء ونرجع لك حتى توصل فكرتك بكل أريحية وتاخذ وقتك المطلوب. تفضل.